متابعات راديو ام في عدد اليوم لهاشتاغ نيوز. الرئيس إيمانويل ماكرون دعوة للرئيس عبد المجيد تبوني لزيارة باريس هذا الجمعة لحضور قمة حول الأزمة الليبية. وقالت صحيفة لوبينيون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول الاتصال بالرئيس الجزائري مرارا ولكن ذلك دون جدوى، مشيرة إلى أنه كان يريد إقناعه بالمشاركة في مؤتمر حول ليبيا في باريس، لكن الرئيس عبد المجيد تبون رفض الدعوة. وقال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة أن الرئيس تبون لن يشارك في اجتماع باريس حول الأزمة الليبية المقررة هذا الجمعة، وأضاف العمامرة أن الجزائر ستؤدي دورها كاملا غير منقوص خلال اجتماع الأزمة الليبية. خبر طبعا أحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. رفيق قلنا الاعتذار على المباشر وليس الأسف، الرئيس تبون يرفض طلب ماكرون للمشاركة في مؤتمر باريس. كشف وزير الشؤون الخارجية رمضان العمامرة فيما يتعلق بطلب ماكرون أن الظروف ليست مواتية لمشاركة رئيس الجزائر عبد المجيد تبون شخصيا في مؤتمر باريس بشأن ليبيا. أنيس يقول ماكرون يعتذر للشعب الجزائري ولم يقبل الشعب الجزائري العظيم اعتذاره، انتهى. هذا وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون يكن احتراما كبيرا للأمة الجزائرية وتاريخها كموالي سيادة الجزائر، وأنه يعبر عن أسفه للجدل الذي خلقته التصريحات التي نقلت عنه. وجاءت هذه التصريحات على لسان مستشار للرئيس الفرنسي خلال لقاء مع الصحافة بشأن مؤتمر ليبيا المقرر يوم غد الجمعة، تصريح لم يمر مرور الكرام في الوسائط الاجتماعية. ناصر خضير يقول عاجل الرئاسة الفرنسية، فرنسا ماكرون يحترم الأمة الجزائرية ويأسف للجدل الذي وقع مؤخرا ويأمل أن يلتقي مع أسد الجزائر تبون. الخلاصة إذا أعطيت لنفسك قيمة سيحترمك الجميع، بدأنا في تسجيل النقاط وما زال. أما أحمد سكندر يقول بعد الأخبار التي تقول أن الرئيس تبون لم يرد على المكالمة الهاتفية لماكرون، الرئاسة الفرنسية ماكرون يحترم الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادتها ويتمنى حضور الرئيس تبون لمؤتمر باريس حول ليبيا. تضامن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع البطلة الدولية شيرين عبد اللاوي التي تعرضت للتنمر والسخرية بعد نشر فيديو لها وهي تقرأ ورقة بصعوبة. سيد الوزير الخارجية، عفوا باسكو شوية ستريس. السيد الوزير الخارجية، السيد الوزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سيد السادة، سمحوا لي ثلاث باسكو مدارين انا نهضر ديريكت ثم. وانتقدت بعض صفحات شيرين وطريقة نطقها بعد ان تم تقييمها على اساس انها سفيرة الجزائر في اليونسكو خلال القائها كلمة امام كبار المسؤولين ووسائل الاعلام. نذكر ان البطلة من ذوي الاحتياجات الخاصة عفوا وتعاني من ضعف شديد في البصر وصعوبة في الكلام. جلال اللوز يقول كل التضامن والدعم للبطلة العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة شيرين عبد اللاوي في الحملة القذرة التي تقوم بها الذباب الضال. شيرين هي التي شرفت الجزائر ورفعت رايتها في المحافل الدولية،
تم اختيارها لتكون سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، ولأنها غير معتادة على الرسميات لم تتمكن من قراءة الورقة التي أمامها بطلاقة، لكن هذا لم يمنع من التصفيق لها مطولا والافتخار بما قدمته وسوف تقدمه للجزائر. عبد اللطيف يقول: بما معناه إن الدفاع عن قضية عادلة لا ينبغي أن يجعلنا غير منصفين. شيرين عبد اللاوي التي ضحكت عليها الصحافة دون أن تحاول معرفة من هي، تم تعيينها تعيين بطلة الجودوكا في دورة الألعاب البارالمبية سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، كل احتراماتي. من جهته زكي حناش يقول: تضامني المطلق مع البطلة البارالمبية شيرين عبد اللاوي التي حصدت الذهب، شرفت الجزائر ورفعت العلم الجزائري في سماء طوكيو للعلم. هي تعاني من إعاقة وليست معتادة على المحافل الرسمية. كنتم مع مواضيع عدد اليوم لأشتاك نيوز، نلقاكم في عدد جديد. سلام.